A بيقول لي B وB بتقول لك I love أو I like sorry I like pop music very much. أنا عاوزة أسأل عن البوب ميوزك. عاوز أسأل عن البوب ميوزك يا رودينا. مين أداة الاستفهام اللي هتسأل عن الميوزك؟ What. يبقى هنبدأ نكتب what. نشطب مين بقى من السؤال بتاعنا عشان ما نتلخبطش وننزله تاني معانا في الإجابة. بوب ميوزك. طيب بعد وات بنحط الهيلبنج فيرب. مين الهيلبنج فيرب اللي هتختاريه؟ سريع على مهلك. يو الهيلبنج فيرب لا دو لا داز لا ام لا از لا ار لا ووز لا وير. مين الهيلبنج فيرب؟ بصي كده انت الفيرب بتاعك لايك هتجيب مين يساعد لايك؟ سريع دو يبقى وات وات دو عشان الاي تتحول لمين بقى في السبجكت في السؤال؟ وات دو يو لايك يبقى وات دو يو لايك فيري ماتش. احنا ميوزك خلاص هنمشيها ما هي بوب ميوزك مشيت. يبقى وات دو يو لايك فيري ماتش انت بتحب ايه الحاجه اللي بتحبيها او وات دو يو لايك انت بتحب ايه؟ I like pop music very much. يبقى نقول تاني عشان نكون سؤال بنحط الأول question word أداة الاستفهام بتاعتنا الهيلبنج فيرب بتاعنا السبجكت وبعد كده الفيرب. طيب ياسين A بيقول لي B I am eating. ياسين I am eating an apple because I am hungry. اللي هي من اول because I am hungry لان because I am hungry ده السبب. يبقى مين اللي بيسأل عن السبب؟ why. حطينا why وشطبنا الإجابة. يلا ايه اللي هنحطه جنب why؟ Why are you eating an apple? انت هنا عندنا am ال am و I ال I بتتحول ل you وال you بتاخد are لان احنا نعمل هنا اللي هيساعدنا هم am و is و are. يبقى مينفعش نستخدم do يبقى نستخدم are عشان ال am تتحول ل are وال I تتحول لمين؟ ل you. يبقى why are you eating an apple. Why are you eating an apple? برافو يا سينا. توم اند ايما. توم اند ايما بالك يا ماما. Do the washing الغسيل. Do the washing up every morning. هو عاوز يسأل عن every morning. Tom and Emma do the washing up every morning. مين أداة الاستفهام اللي هنستخدمها هنا يا بودي؟ كل صباح. يبقى ده وقت مش مرة مش عدد مرات. يبقى هنسأل بمين؟ ده وقت. يبقى هنشطب every morning ونحط أداة الاستفهام بتاعتنا اللي بتسأل عن الوقت اللي هي متى when. طيب مين اللي هيساعدنا بقى هنا؟ do. اللي هيساعدنا بقى هنا الفيرب بتاعنا هنا do يعني في المصدر يبقى نحط do تساعدنا. يبقى when do مين السبجكت بتاعنا؟ Tom
and Emma. يبقى when do Tom and Emma washing do تاني do تاني؟ ما هي دو التانية دي هي الأساسية بتاعتنا. احنا جبنا دو تساعدنا تساعد دو، لكن مين الفيرب الأساسي؟ دو. يبقى when do Tom and Emma do the washing؟ امتى توم وإيما بيعملوا مين الغسيل؟ question mark. بيقولك ايه؟ بيقولك سارة is from Egypt. عاوزين نسأل عن Egypt. Egypt ده مكان؟ مكان. هيبقى where. Where. وهنشطب مين الإجابة بتاعتنا عشان ما نتلخبطش. Egypt. وهنقول Egypt ماشي. أوكي يبقى where. لحظة. helping verb بتاعنا. أبص هنا عندي is. يبقى اللي هيساعدني is. يبقى where is Sarah. Where is Sarah from. عملنا ايه هنا؟ سألنا من اين سارة. Where is Sarah from. شلنا الاول Egypt وحطينا الاداة الاستفهام اللي بتسأل عن المكان where. بعد كده الهيلبنج فيرب، علمتكم ازاي نطلع الهيلبنج فيرب من الاجابة بتاعتنا. لقينا فيرب واحد، نبص على دو وداز وديد، لقينا هيلب في تو هيلبس، نحط مين؟ نحط الفيرب الاول ام واز وارب، هما اللي بيساعدوا نفسهم. هنا في از يبقى نسال باز، هنا في ار يبقى نسال بار، هنا في ام يبقى نسال بار عشان بتتحول لي الاي تتحول ليو. يلا يا هلا التركيز صغنونه. حطينا وات لان احنا سالنا عن رايز غير عاقل، حطينا ديد لان ايت في زمن مين؟ ايت في زمن الباست الماضي، يبقى اللي هيساعدني في الباست الماضي هي ديد. يبقى وات ديد زي، واهلا قالت لنا لما تكون ديد موجوده لازم ايت تتحول للمصدر بتاعنا، ايت تتحول للمصدر بتاعنا تبقى ايت. برافو عليك يا روحي. حطينا وين لان احنا بنسال عن الوقت. حطينا ليه دو؟ عشان دو جت عشان دو في المصدر في البريزنت سيمبل. طيب اليو الاي تتحول لمين في السؤال؟ ليو. وبعد كده go to the go to school. اوكي يبقى when do you go to school. I am playing basketball. مين هي اداة الاستفهام اللي هتسأل عن basketball؟ يبقى مين هي؟ ماذا؟ what. what. ونشطب مين؟ لازم نشطب مين عشان ما نتلخبطش. نشطب basketball. تمام. يلا بقى شوف لي مين الهيلبنج فيرب ساعدنا هنا. هي ار. يبقى وات ار. طيب الاي ار يو. برافو عليك يا مازن. الفيرب بتاعنا بقى مين؟ basketball. basketball خلاص مشيناها. بلاي ونخليها فيها اي ان جي زي ما هي، لان ام واز وار مش بيمشوا الاي ان جي. يبقى وات Are you playing? They study at school. نشوف أداة الاستفهام اللي بتسأل عن المدرسة. عن المدرسة. المدرسة مكان، يبقى نسأل where. يبقى نكتب هنا where. إيه اللي بنشطبه؟ لازم نشطب مين؟ نشطب اللي بنسأل عنه. مين اللي بنسأل عنها؟ at school. فكر في مين؟ بدو أو does أو did. فعل واحد بس. افكر في مين؟ فعل واحد بس عندي. افكر في مين؟ do او does او did. do او does او did. where لتسعى على المكان. انا هنا عندي فعل واحد، يبقى افكر في do و does و did. انا هنا الفعل بتاعنا في present simple، يبقى اختار do عشان ازاي. طيب ايه اللي احطه جنب do؟ study. at school هكتبها؟ no. يبقى where do they study. مين اللي بتسأل عن السبب؟ because دي يعني لأن السبب. مين اللي بتسأل عن السبب يا حسين؟ اللي بيسأل عن السبب هي لماذا why. why. طب هنشطب مين؟ هنشطب مين الإجابة بتاعتنا؟ is. هنشطب السبب because he is happy. اللي احنا طالما هنسأل عن السبب يبقى نشطبه من الإجابة.
طيب مين بقى اللي هيساعدنا جنب واي؟ as. يبقى واي is عن السبب، عشان كده حطينا شطبنا because he is happy وحطينا why. الهيلبينج فيرب بتاعنا هنا is، يبقى نحط is. السبجكت هي، يبقى why is he laughing. she likes احمد. ايه يعني اخليه سؤال صح؟ هنا عايز اسال عن احمد. على احمد يبقى هو بيسال عن من. من الأداة الاستفهام اللي هنستخدمها عشان نسأل عن أحمد الشخص؟ من، مين هي من؟ هو. هو، يبقى أكتب هو وأشيل مين، أشطب مين من الإجابة؟ أحمد، لأن هو هي أداة الاستفهام اللي بتسأل عن الأشخاص. طيب مين أحطه جنبه؟ هو الهيلبينج فيرب. لا يساعدنا هنا عشان likes، يبقى does. يبقى who does she likes she. طالما does موجودة يا رودينا، يبقى like لازم نشيل منها الاس ونخليها like بس مش likes. طالما does موجودة يبقى الverb اللي معاه هنا يكون في الانفينيتيف. يبقى who does she like، who does she like، she likes احمد. She is wearing a black suit. عايزين نسأل عن black suit، هي بدلة لونها أسود. What يبقى هنقول what. طيب إيه اللي هنشطبه من الإجابة الأول؟ A black suit. يبقى what. What is she wear? Wear ولا wearing؟ Wearing. أنا هنا لما يكون عنديش بس غير الدو والدز والدد هما اللي بيخلوا الفيرب بتاعنا نشيل منه الإضافات، لكن أي فيرب تاني نخلي الفيرب بتاعنا زي ما هو. يبقى what is she wearing؟ ماذا ترتدي؟ عندنا هنا The cat is sitting on the sofa. على on the sofa. يلا عايز اسأل عن on the sofa. عن يعني مكان، يبقى نسأل بوير ونشطب مين؟ on the sofa. نشطب on the sofa. Okay, where? Where is cat? Where the is cat? The cat. Where is the cat sitting? Bravo عليك. I went to school on foot. عايز أسأل عن on foot. On foot يعني على الأقدام. الوسيلة، مين هي الوسيلة اللي بتسعى عن الأقدام؟ أداة الاستفهام بتسعى عن الوسيلة. How. مين الهيلبينج فيرب؟ How. الهيلبينج فيرب عندي عشان هنا went يبقى did. يبقى how did you go to school. لما did موجودة يبقى الفيرب بتاعنا يرجع للمصدر بتاعه، يبقى how did you go to school. برافو يا بودي. My favorite color is red. يبقى أول حاجة نسأل بوات، لأن وات اللي بتسأل عن غير العاقل أهو اللي هي red، ونشطب red. What is برافو عليك. ما هو ما ينفعش بقى نطلع ماي في السؤال بتاعنا. ماي يعني بتاعتي انا، انا بسالك عنك انت، يبقى نحولها لايه؟ هتبقى يو. يبقى you. What is your favorite your favorite color.
What is your favorite color? They can run at club. هل أسأل هل؟ ليه؟ فين هل؟ في yes و no عشان أسأل بهل؟ لا. مين أداة الاستفهام اللي بتسأل عن at club؟ where يبقى نشطب at club ونحط where. مين الهيلبينج فيرب؟ الهيلبينج فيرب where do no في can وفي run. مين الهيلبينج فيرب؟ can احنا قلنا can. لما يكون عندنا two verbs الاول هو اللي يساعدني يبقى where can where can they run.